الأستاذ أحمد حسن، وكالة أنباء العالم العربي، بيسأل هل سيتدخل البنك المركزي عند مرحلة معينة في آلية سعر الصرف كما حدث سابقا، أم سيترك الأمر لآلية السوق؟ إحنا يا فندم زي ما أنا وضحت سايبين الموضوع لآليات السوق، لكن ما فيش حاجة في العالم بتساب الآليات بالكامل. بمعنى أما بيحصل تذبذبات غير منطقية في أي حتة في العالم، حتى أكبر وأعتى الدول البنوك المركزية بتتدخل، بس بتتدخل علشان خاطر بيبقى فيه حركة سريعة وغير منطقية، وده بيبقى واضح لنا، مش حركة صغيرة طلع ونزلة. والبنك المركزي عنده قدرة الحمد لله حاليا ان هو يتدخل في السوق بطريقة طبقا لقواعد السوق. يعني ايه؟ يعني ما يتدخلش يروح يدي هشام بيه او عبد الحميد بيه مبلغ من الدولارات، يخش يدي المكنة اللي هي اسمها الانتر بانك بتاع الجهاز المصرفي، يقوم ضخ فيه مبلغ مرة واحدة فالدنيا تهدى، وبعد كده يبتدي يحصل توازن تاني. حاليا زي ما بتحركوا احنا عندنا الإمكانية دي وعندنا الموارد دي، ولكن وده شيء انا فخور بيه ان النهاردة كل اللي حصل في صورة وسائل البنوك اهو مفيش حاجة عارفينها، كله حصل من موارد جات لنا جديدة النهاردة، مش من موارد البنك المركزي، وده ده ده دي اهم حاجة تقدر تطمن حضراتكم، وان شاء الله ده يستمر. أعتقد أنه هذه الإجابة أيضا ترد على سؤال من رويترز. نفيسة الطاهر، I believe this addresses your question, will the pound float forever or there will be a point in which the CBE will intervene? I believe His Excellency the Governor addressed. معلش خليني أرد عليهم مباشرة. As this is very clear, we're not targeting an FX price, we're targeting inflation. ممتاز. طيب، الشارع المصري، لأن أنا جئت محملة ببعض الأسئلة من المواطنين العاديين اللي بيسألوا على الكريدت كاردز، بطاقات الائتمان هتكون يعني ليها ضوابط مختلفة عند السفر أو عند الاستخدام في الخارج؟ يا فندم احنا بطاقات الائتمان دي عملت مشكلة كبيرة قوي، والحقيقة ان احنا كنا بنسهل الاجراءات، الناس خدتها بطريقة عكسية. الاول كان في وقت الزنقة كان الناس بتروح بتودي باسبور وبتودي لان بتودي تذكرة سفر وغالبا بتضربها، ما اعرفش دي هتترجم ازاي الحقيقة، وتاخد. احنا قلنا ما تجيش البنك، اتكلم قول انا وسافر وعندك 3 اشهر بعديها بعت لنا بس صورة انك سافرت. ليه احنا عملنا كده؟ حضراتكم تخيلوا ان المتوسط الشهري لاستخدامات البطاقات بنتكلم في $200 كان اعتى شهر، تخيلوا ما يوصل 3/4 مليار دولار في الشهر، وانا عندي دواء وعندي اكل، ايه اللي حصل؟ بصينا يا فندم الناس دي ما بتسافرش، الناس دي بتبعت كروتها، ده واقع، ده مش يعني مش، وحضراتكم هتبقوا عارفين الناس للاسف بتعمل كده. اي واحد مسافر يقوم واخد 2-3 معاه، ده غير ان بقى في حاجه منظمه، يعني واحد يطلع ب 150 كارت ويخش على البنوك ويطلع الكروت، وخاصه بطاقات الديبت يروحوا يلموا بطاقات، دي كلها حقائق من حضرتك تعرفوها، يلموا بطاقات ويروح يطلع الكروت ويبعتها مع واحد واتمسك وطلعوا كذا حد منهم، ويرجع ياخد الدولار ده يوم بايعه للراجل بالغالي. طب انا اقدر استحمل؟ هل ده شيء منطقي؟ طبعا مش منطقي. كل اللي عملناه ان احنا قلنا حضرتك قبل ما 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 ما, ما تسافر سافر، وبعد ما ترجع حط لنا بس ان حضرتك كنت بره البلد، وعلى الايميل عملنا كل التسهيلات الممكنه. احنا النهارده في توجيهات حصلت للبنوك، والبنوك ابتدت تقول خلاص حدود الكروت الائتمان المتروكه لكل بنك وكلهم ابتدوا يرجعوها. زائد كده انا برضو بنتهز الفرصه اقول لزملائي في رؤساء البنوك احنا عايزين ندي اولويه جامده في الفتره اللي جايه، ان شاء الله كله هيتحل، بس عايزين كاولويه التعليم بتاع اولادنا اللي بيتعلموا بره، عاملين شكاوي كتير عندهم ظروف، والصحه كالعادة
يعني عايزين نتك عليها. طيب وحاجة تانية، حاجة تانية يا فندم، والناس اللي يعني حضراتكم الناس اللي أغلب الناس اللي بتشتكي في مستويات من يعني مستوى الراجل ميسور، يبقى حضرتك عنده 10 مليون دولار في البنك وعايز في الآخر يجي ياخد 3000 دولار، فنقول له يا باشا احنا عملنا لك نظام، احنا بنعمل نظام لكل حد. لو حضرتك راجل مقتدر وبتحب تسافر كل اسبوع، مع السفر ده يعني ما انا انا يعني انا ما بسافرش كتير، يعني مش حاجة. لا فلو حضرتك مقتدر ادي فلوسك طلع عليها كارت وانا هخصم عليك بنفس العملة. يا نهار ابيض، اكن حضرتك يعني اكن حضرتك. فهو الموضوع محتاج عقلانية شوية. احنا كل اللي عملناه ان احنا اتواجهنا بطوفان من الفلوس، زي ما بقول لحضراتكم مبالغ كبيرة قوي، اكتر من 3 اضعاف الحاجات الاساسية، واحنا بنرجع النهاردة. واتمنى طبعا الموضوع ده يفضل مستمر. وشكرا لكم.